بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن التايتريشن. First at all, we have to know what about titration. Titration is an analytical procedure that allow us to measure the amount of one solution needed to react exactly with the contents of a standard solution. What's meaning a standard solution? Solution which known exactly the concentration. في عمليتنا اليوم وفي تجربتنا اليوم الستاندرد سوليوشن هو ال NaOH لان احنا عارفين الكونسنتريشن له ونفس في نفس الموضوع هو عباره عن والماده التي ستوضع داخل البيوريت تسمى التايترنت واليوم الماده اللي سنضعها داخل البيوريت هي ال NaOH راح تكون عمليتنا between ال NaOH and ال HCl بوجود عامل مساعد يسمى indicator اللي هو فينول فثالين. شنو هو الindicator؟ are weak organic acid or base. يستخدم مساعد لعملية التايتريشن حتى يتضح عندنا اللون المطلوب. في البداية وقبل استخدام أي instrument في المختبر we have to wash the purite by using a distilled water to avoid any contamination من استعمالات سابقة. بعد أن نتأكد أن احنا clean the purit by distilled water we have fill it with NaOH by using the funnel. نبتدي نملأ البيوريت من الصفر إلى الفيفتي. نتأكد ان السوليوشن اكزاكتلي عند الزيرو. بعد ذلك نبتدي نملأ الفلاسك using ال HCl by using ال بيبت with ال بيبت فيلر 10 ملي Be sure there's no air bubble will be. In each class, in each flask, 10 milli of HCl. نستخدم الانديكيتر في كل فلاسك نضع 3 دروبس اونلي عامل مساعد
نبتدي عملية التايتريشن. بهدوء ودقة لحد ما يظهر اللون. في البداية راح يظهر اللون ويختفي إلى أن يثبت. فتكون عملية التايتريشن بهدوء. نلاحظ أن اللون يظهر ويختفي. نستمر في العملية لحد ما يثبت اللون. المرحلة الأولى أو ناخذ القراءة. القراءة بالضبط وقفت عند العشرة. اللي نوقف عندها تعتبر هي الانيشيال. فنبتدي ولازم يكون نفس الجاب كل بما أن احنا بدينا وقفت القراءة عند عشرة. إذا لازم علشان تكون تجربتي دقيقة وعملي دقيق لازم تكون القراءة الثانية توقف عند العشرين. ونسجل في الجدول مثل ما راح نشوف بعد شوي. نسجل التجربة في الأرقام في الجدول ونسوي الحسابات والأفرج. بهدوء يظهر اللون ويختفي لحد ما يثبت اللون. ولازم تكون الألوان متشابهة. القراءة بالضبط عند العشرين. نروح حق المرحلة الثالثة. تكون عيني على القراءة بالضبط. بذلك نكون انتهينا من عملية التايتريشن بين الأسيد والبيز. الأسيد HCl والبيز NaOH. وتكون الألوان جميعها متقاربة ومتشابهة. فتكون تجربتنا دقيقة. بالأول مرحلة وقفنا عند العشرة. المرحلة الثانية وقفنا عند العشرين. والحين بالضبط واقفين عند الثلاثين. والحين نبتدي نسوي الجدول وناخذ القراءة. في تجربتنا الأسيد بيتس تايتريشن نعيد التجربة ونكررها ثلاث مرات. ناخذ ثلاث قراءات. بعد ذلك ناخذ الأفرج علشان نتأكد إن قراءتنا سليمة. نبتدي في البيوريت من الصفر. وبعدين وقفت معانا القراءة وظهر عندنا اللون عند الرقم 8. فنبتدي نقول الفوليوم 2 ناقص الفوليوم 1 8-0 يعطينا 8. القراءة اللي انتهينا منها تعتبر هي القراءة الانيشيال حق الخطوة الثانية. بدينا من 8 وقفت معانا التجربة عند 16. ناخذ الفرق بينهم 16-8 يعطينا 8. في الإعادة الثالثة والأخيرة اللي انتهينا منها تعتبر هي الانيشيال 16 ووقفت معانا أو ظهر معانا اللون عند رقم 24. ناخذ الفرق بينهم 24-16 عطانا الإجابة 8. ناخذ الأفرج حق التجارب الثلاثة اللي سويناهم 8+8+8. لأن احنا عدنا التجربة ثلاث مرات فلازم تكون القسمة على ثلاثة. 24-3 عطانا 8. احنا في تجربة الأسيد بيز تايتريشن قاعد نسوي تايترنت بتوين البيز اللي هو الـ NaOH مع الأسيد. البيز معلوم عندنا المولاريتي ومعلوم عندنا الفوليوم اللي خذيناه من الجدول وأعدناها ثلاث مرات وكانت النتيجة 8. إذن معلومة المولاريتي ومعلوم الفوليوم. بوينت 1 نضربها في 8 اللي هي الفوليوم. نيجي حق الأسيد غير معلوم المولاريتي. إحنا راح نطلع نتيجة المولاريتي مضروبة في العشرة. خذينا بالضبط من الـ HCl خلال عملية المعايرة خذينا 10 ملي فقط من الـ HCl. ففي النهاية المولاريتي تساوي علشان نطلع قيمة الأسيد المولاريتي 0.1 مضروبة في 8 مقسومة على قيمة الفوليوم للـ HCl. ففي النهاية يعطينا المولاريتي حق الـ HCl 0.08.